صباح الخير. النهارده أوردا بار كلمة جديدة وشخصية جديدة. النهارده بنتقابل مع الله اللي بيمشي وبيتحرك وبيدهشنا، لأن بنلاقي خروجه دايما في مسيرة بحث عن الإنسان. بنلاقي التسلسل بعد ما خلق الإنسان وأحبه، بنلاقي الإنسان بيضعف وبيعصي، مش بيطيع وبياكل من الشجرة. قصة آدم وحواء الشهيرة اللي احنا عارفينها في تجربتهم في التكوين الثلاثة، بنلاقي حاجة مهمة قوي. بيطلعوا من جنة عدن زي ما بيقول كاتب سفر التكوين في الإصحاح الرابع، وبيعيشوا حياتهم خلاص، بيتزوجوا بيخلفوا بينجبوا، لكن بنلاقي حاجة مهمة.